تنضم إلينا الآن من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة. دارين أهلا بك معنا، نتابع معك كيف يبدو المشهد الآن وآخر التطورات. عاد الهدوء النسبي إلى هذا التحرك بعد مواجهات مباشرة بين العسكريين المتقاعدين الذين يتظاهرون في ساحة رياض الصلح، وهم بمعظمهم من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. هذه المواجهات دارت مع القوى الأمنية والعسكرية التي ما زالت عاملة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وقامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على أكثر من موجة تقدم خاضها المتظاهرون باتجاه السراي الحكومي. وفي هذه الأثناء يعني نسمع بعض الصرخات التي تطالب بإعادة الكرة والتقدم باتجاه أحد مداخل السراي الحكومي، لكن هذا الأمر طبعا دونه صعوبات شتى، ويعني أبرزها يعني استشراس القوى الأمنية والعسكرية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإبعاد وتفريق المتظاهرين. هؤلاء يطالبون بأن يتم إنصاف حقوقهم، طبعا حالهم كحال كل العاملين في مؤسسات الدولة، المؤسسات الرسمية، لأن معاشاتهم أو رواتبهم ما عادت تساوي إلا بضعة عشرات من الدولارات، وبالتالي هي لا تكفي لتأمين حياة كريمة لأسبوع واحد، فكيف بهم يمضون أيامهم في يعني الأشهر أو أسابيع الشهر التي تتتلى في ظل انهيار كبير ومتسارع جدا لقيمة العملة الوطنية، وهم بالطبع يتقاضون رواتبهم بالعملة الوطنية. سجلت العملة الوطنية بالأمس انهيارا يكاد يكون قياسيا، حيث انهارت نحو 35 ألف ليرة لبنانية في غضون 24 ساعة قبل أن يطلق المصرف المركزي هندسة مالية جديدة تقضي بفتح المجال أمام يعني الموظفين من أجل شراء الدولار عبر منصة صيرفة، وإن يعني هذا الأمر أدى إلى رفع سعر الدولار على منصة صيرفة، لكن هذا الأمر بالطبع أدى إلى تراجع كبير في سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية، وقد وصل إلى نحو 105,000 ليرة لبنانية بعد أن كان يعني على عتبة 145,000 ليرة لبنانية. إذن المتظاهرون ما زالوا حتى هذه اللحظة في ساحة رياض الصلح، انضم إليهم عدد من الأساتذة المعلمين الموظفين في القطاع العام، عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين، لكن كان هناك حرص من هؤلاء على أن يتم إبعاد أي صبغة سياسية عن هذا التحرك، لذلك كان هناك مساعي من قبل كثيرين لمنع انضمام أي من القوى التي تمثل قوى سياسية معروفة الهوية إلى صفوفهم، حتى لا يتم صبغ هذا التحرك بأي صبغة سياسية قد تؤدي إلى فشل تحرك اليوم. شكرا لك مراسلتنا دارين الحلوي، كانت معنا من بيروت.